بس النهارده موسم، يعني بنتكلم عن موسم صعب، صعب حتى مش على النادي الاهلي، صعب على المنظومه الكرويه بشكل عام. بس برضو بنقول في النهايه مين يقدر على التحدي ومين يقدر على التغلب على الصعاب دي غير النادي الاهلي؟ الفرق الكبيره يا كابتن طبعا زي ما انتم عارفين دايما بتلعب على البطولات مهما حصل، مهما حصل اي ظرف الفرق الكبيره دايما بتبقى حاطه عينيها على البطولة أو المركز الأول أو تحقق الهدف اللي هي عايزاه. النادي الأهلي مش نادي صغير، يعني النادي الأهلي بطل أفريقيا وأكبر نادي في مصر وفي أفريقيا، فطبيعي أن هو لازم يتحدى كل النادي الأهلي، كل المنظومة، مجلس إدارة بجماهير بلعيبة بعاملين. وانت عشت الكلام دوت جوه جوه النادي وحاسه بشكل، وانا اخدت بطوله الدوري مع النادي الاهلي، فعارف يعني عارف ازاي اصرارك وازاي ان انت بتلعب كل ماتش لازم تكسب، مطلوب منك مكسب، التعادل بالنسبه لك خساره.